ما تشتيني اخوان السلام عليكم، كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله تعالى واحد الفيديو اللي زوين بزاف. هادي مشاو عبد الغفور اخوتي، غنمشي للغزبه نطلع على لوزه، غنمشي بالموطور ما نوقفوش، غنمشيو بحال اللي بنسافروا الخوت. المهم ان شاء الله تعالى غادي نمشي نديروا واحد الخريجه اللي ناضيه. انا عبد الغفور غادي نمشي نطلعوا على لوزه. هذا شتو حشاه؟ اش قلتي لي الباح؟ اخويا انا قلت لك الباح، قلت لك يلا نقلعوا على المعيزه اخويا، حيت انا شتو حشاه اخويا. تحشتي؟ بزاف ولا شويه؟ بزاف اخويا. لا والله عرفتي البحر تقلق ويتغوب شويه زني كي درتي؟ كي درتي؟ ويقول لي والو غدا غادي ديني ان شاء الله تعالى نشوف لوزه. قلت لي صافي ان شاء الله غدا تعالى غادي تمشي تشوفها. واو الاخوان اش تقول لهم؟ اخويا دابا نشدو الطريق الغزوه الخوت، وانا فرحان حيتاش غنمشي عند لوزه، غتفرح بيا لوزه كره. واش تقول للناس اللي تحشو؟ خوتي الا تحشتوني الله يعطيكم الخير. غادي نمشيو نركبوا على الميطر ان شاء الله تعالى، ونمشيو عند الخال ان شاء الله تعالى نطلعوا عليها ونشوفوها كي ولات واش تبودرات ولا. اخويا انا نشوفها واش كبالات ولا باقيه صغيره. ياك؟ اه يلا زيد يلا نمشيو نطلعوا عليها. واش خليكم معنا الاخر اخوان. دابا غادي نضرب انا الكاسك ديالي الاخوان، ها هو نضرب الكاسك نطفو على الميطير وغادي نضي مارا. اخويا وانا طلع راسك صغير كرونا عبد الغفور والله يهديك. شتي ما جاش في الكاسك عبد الغفور؟ صافي ماشي مشكلة اخويا، انت راسك صغير وانا نطاكي عليك. دابا انا غادي نضرب الكاسك ونشدك بحال هكا فهمتي لافيت كي داير. يلا سي مشينا. يلا سي مشينا اخويا. صافي ناضي هو سيريك سيريك. لا 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 اش تقول لهم عبد الغفور؟ اخويا انا فرحان بزاف اخويا، وحق الله انا فرحان. اتشوف لوزه غادي تموت، غادي تموت بالفرحة. اه عاد قلت حساد عبد الغفور. هذا حاسس وناضي. اخوان دابا انا جيت عند خالي عبد الغفور مصدغ. خالي صدق لي والو قال لك جيب شي جو صدق عليا راسي قال لي والو ديري فيشو بلوزه ما تعطات كليبه تا خالي. لا فين هي لوزه؟ فين تما؟ لوزه صافي نساتك واقيلا عبد الغفور نساتك عبد الغفور صافي نساتك. اجي يا صافي يلا شد لوزه شد لوزه انت كرهت بلاتي نجيب لي شي حاجه. بس سبحان الله العظيم دغيا ولفت المعيزه دغيا ولفت النعيجات وتاع عبد الغفور نساتو حتى هو. عبد الغفور عبد الغفور اش هادشي؟ اخويا مابقاش تتبعك دابا غبتي على سيمانه سيمانا الاخوان ساتو دابا المعيد صافي دابا تهنيتي جيتي شفتيها صافي تهنيتي دابا بقيتي باه الباح راه دار فيا واحد شوفه قال لي غلط لي خاصني نمشي نشوف لوزه. ها هو جبناه شافها ها شوف ها هاك هاك اجي والله يهدى تشد زيد شد شد عبد الغفور شد شد مزيان واخا شدو غادي يضربك. ها هو عبد الغفور ها هو شتيه هذا ولي عجبك لا لا واش بغيتي تقول لي عاوتاني يكبر لينا تما وتعاود عاوتاني ياكل الشراب غادي لا كبر ينضحك عبد الغفور سبحان الله العظيم
شراين يلا عنده شراين هذا سبحان الله العظيم اش كيدير لوزه شخصي سبحان الله العظيم راهي راهي من اللي عندك عندك يركلك عندك يركلك لا 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 ما تركش واش هذه حامله صباح هذه مياه اجي شوف الغفوة هذه حامله اجي جي اي اي اه حامله سبحان الله العظيم ايوه بجوج وانت هذه شوف هذه صغيره حامله ما تشتينيش ما تشتينيش تنساك شويه تمت لا صافي اه صافي نسيتو هو بعدا بدات تشوفي تقول شكون هو هذا يلا يلا بوسه قول لها باي باي يلا يلا سي قول لها صافي يلا باي باي يلا باي باي نتلاقى ان شاء الله هادشي اللي كان الاخوان هذا باش هادي دير عبد الغفور خويا امشي للدار باي باي ولا وجع باي باي فين عيط أو جيلك أو جيلك أو خويا أنا فرحتي إني صفت لوزة ولكن ما هو اللي فاتني هو اللي فات الخرافات عبد الغفور الإخوان راك ها ملي شاف لوزة نساتو هو يقول لي أش قلتي لي عبد الغفور أخويا أنا ما حزنت هو اللي فاتني هو اللي فاتكش أه تحياتي لأنا وتحياتي لخالي اش قالت لك اختي سلمى قبيلات؟ اخوتي 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 دعوا مع سلمى راه مريضه الخوت هادشي اللي كاين الاخوان وتحياتي للجميع